تاريخه ب 35 بطولة على كل الواجهات. ألي كبور وروزا جشمي، بجمان منتظري وفوريا غفوري في النص يلعب. كرة تتنفذ، فريق العين يفتش عن إيقاف سلسلة الهزائم. زمام الأمور بعد رحيل الكرواتي زوران ماميتش اللي راح للهلال السعودي. ومن الصعب ميلاد زيكبور يرتكب الخطأ، كرة بتتنفذ من شوتاني وبيلعب مباراة أعتقد كبيرة أمام فريق كبير الاستقلال وعلى أرضه وبين جمهوره اللي هو مهدي رحمتي. مهدي رحمتي سجام داخل الملعب، كرة ملعوبة جهة اليمين بيحصل عليها المدافع بثقة يرسلها إلى مهند سالم. مباراة عصبيا ربما مشتدة وفاول لفريق العين يقترب. الحكم الرائع الحقيقة اللي يقود مباراة صعبة، الحكم العماني وليس رياضي، لأن حكم اللقاء يطمن على سلامة لاعب من اللاعبين. كرة ملعوبة فلمت بالوقت المناسب، كرة من توساكا صاند. يا سلام جمال، كرة معه بيحضر حتى بالجول، الله من النهاية. كرة ملعوبة ناحية اليسار تعود إلى حارس المرمى اللي هو خالد عيسى بيلعبها. الدقائق القادمة من شوط المباراة الثاني هل يكون الحل والورقة الرابحة؟ كرة ملعوبة وتقديم بعد ذلك كرات طويلة بتمر صدر النصر السعودي، وخسارة للنصر السعودي أمام ذوب آهن. هناك في أقرب إلى مهند سالم بتخطف منه، خطيرة الكرة بيحضر تنحط في جول، الله. الاستقلال اعتمد على الكرات المباشرة العالية، ضيع الكثير من الفرص أمام المرمى وأبرزها برأسه. وريان يسلم وعامر عبد الرحمن ومحمد خلفان في المقدمة، جمال معروف. عيناوي في 2003 ثلاث نهائيات. كرة ملعوبة محاولة جهة اليسار، ولكن أقرب التبديل في شوط المباراة الثاني. لديه أيضا شجاعيان باتوسي، ولكن برافو بيخلصها بشكل جيد في منطقة المنتخب من حيث المستوى بالمقارنة مع الدول الأخرى اللي يحملون اسم غينيا. لدينا ملعب اللي افتتح في عام 1971، شيل 78,100 خسروا كاس السوبر. كرة مخطوفة وقتالية الحقيقة من اللاعب. الفريق الذي لا يرضى إلا بركوب منصات التتويج منشا لكن ما تمر. جهة اليسار محاولة من عامر عبد. فريق العين يضغط ويحاصر جهة اليمين، ولكن الكرة بتطلع إلى برا الملعب. الإيراني إسماعيل بيت خاطر، عمر عبد الرحمن عموري، هلال سعيد وعبد الله أحمد عبد الله وغيرهم من الأر. إن اللاعب النيجيري جودوين ما تصرف تصرف حكيم ولا سدد. أيضا مدرب الاستقلال وينفريد شيفر اللي بيريح همام طارق هذا اللقاء، لكن لغرض تكتيكي. مدرب دفاعية الغير جيدة لفريق العين وركنها بأحد زوايا خالد عيسى، لكن الكرة طلعت إلى برا الملعب. الأولى تبديل في شوط المباراة الثاني على اعتبار أن لياقته ما اكتملت بعد الإصابة اللي تعرض لها. أيضا ماركة أيها الأحبة، كل فريق حصل على ثلاث نقاط من مبارتين. الريان القطري، الاتحاد السعودي، الوحدة. مجموعة الثانية بيلعبها مامية، ترجع إلى فريق العين بيلعب الكرة العالية. عام 2002 وبطولة غرب آسيا 2004 كرة بيلعبها ضربة حرة لمصعب، بيتركها الكرة هذه بيلعبها عالية وتوصل تنحط الجول، الله. ريان يسلم، ريان يسلم يسارية نازلة ويحطها في الجول، الله. هدف
هدف الحقيقة شوتاني، يبدو لي شوتاني المتقدم ويسدد كرة بيساره ويسجل هدف المدائل من فم العملاق الأزرق فريق الاستقلال. همام يلعب كرة تقل في الدقائق الأخيرة حتى التركيز يقل. محاولة داخل منطقة 18، منافسة ثانية اللي تشوفها في الوقت بدل